اهلا بحضراتكم من جديد. وزي ما سريعا قبل طبعا مرحب بضيوفي، زي ما قلت لحضراتكم الرياضه ثلاث فروع: الاصحاء والبارالمبي والاولمبيات الخاص. الاصحاء معروفه، البارالمبي الاعاقه البدنيه، الاولمبيات الخاصه بتكون الاعاقه الذهنيه، وكل دي لها درجات. مصر طبعا بتوفر الدعم بشكل كبير من خلال ابنائها ومن خلال ادواتها في الدوله المصريه. في البدايه طبعا عايز اوضح ان كان في طبعا الالعاب العالميه اللي اتلعبت في برلين في شهر 6، مصر حصدت 49 ميداليه، وهو رقم ضخم من الميداليات، اكيد ما جاش يعني من فراغ. في البداية برحب طبعا بدكتور باسم تهامي، المدير التنفيذي للأولمبيات الخاصة بمصر ورئيس بعثة مصر كمان كانت في برلين. أهلا بك يا دكتور باسم. أهلا وسهلا بحضرتك، ومتشكرين على الانترو الرائع ده اللي كله معلومات توضيحية للسادة الجماهير وجماهير طبعا شاشة الأهلي المحبين دايما للرياضة البارالمبية وخاصة رياضة الأولمبياد الخاصة. فندم انتوا الأبطال وانتوا منورينا وسعداء بوجودكم النهاردة، وإن شاء الله وهنستفاد طبعا من تجربتكم وعلى دعمكم الكبير للرياضة المصرية. بنرحب طبعا بكابتن بهاء الدين محمد، مدير فني فريق طبعا الأولمبياد الخاصة للدراجات، وأحد طبعا المميزين على مستوى العالم في هذا المجال، وهنتكلم معاه طبعا في كل شيء. ولكن في البدايه برحب بيك، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك فندم، منور قناه النادي الاهلي. شكرا على الاستضافه الجميله. وكمان التيشيرت كمان لونه احمر. طبعا يعني الكابتن قلب الحدث. يعني الكابتن جاي طبعا جاهز وكل حاجه، ولكن طبعا منورنا يا كابتن، وجودنا معاكم ان شاء الله. والف مليون مبروك طبعا للميداليات وللشغل الجميل اللي انتم حققتوه. الله يبارك في برلين، شرفتونا الحقيقه. ربنا يخليك دكتور بهاء. خلينا نتكلم اكتر عن الاولمبيات الخاصه، نتكلم عن الاورجنايزيشن كمنظمه موجوده في مصر. ازاي بتقدم دور كبير، بعد رياضي وبعد اجتماعي، ودمج اخواتنا واولادنا من اصحاب الهمم؟ كلمنا عن الدور ده واشرحه باستفاضه للساده المشاهدين. اتفضل دكتور. تمام فندم. هو خلينا الاول نتكلم عن الاولمبياد الخاص، موجود في مصر من بدايات التسعينات. خلينا نتكلم كمان ان الحمد لله رب العالمين ليه دور سباق في العديد من الانجازات على مستوى الرياضه وعلى مستوى الكثير من الخدمات اللي بيقدمها للافراد او للاشخاص من ذوي الاعاقه الذهنيه. الموضوع بالنسبه للاولمبياد الخاص هو حاله كبيره، المركز بتاعها هو الفرد أو الشخص من ذوي الإعاقة الذهنية، بيوفر له تدريبات رياضية منتظمة على مستوى العام، بيوفر له وعي للأسرة وشبكة دعم للأسرة عشان يعرف الأسرة إزاي تتعامل مع الطفل اللي هو من ذوي الإعاقة الذهنية. خلينا نتكلم كمان عن النقلة الثالثة أو الصورة الثالثة، بيوفر له برنامج صحي كبير جدا جدا، بيسمح له أنه هو يتابع حالته الصحية، وده بيبقى زي اللي موجود على هامش الأحداث الكبيرة زي بطولة العالم الصيفية اللي كنا فيها في برلين، أو بطولة العالم الشتوية اللي بتقام بالتبادل ما بين الصيفية والشتوية سنتين. خلينا أقول لحضرتك كمان على الدور المهم اللي بيقوم بيه المتخصصين في المجالات، سواء المجال الرياضي أو مجالات التربية أو مجالات تنمية المهارات أو التخاطب، كل الحاجات المتعلقة بتنمية الشخص ذوي الإعاقة اللي بتتوافر عشان يقدر ان هو يتقدم، يقدر ان هو يندمج في المجتمع، يقدر ان هو يكون فرد قادر على صنع مجال او صنع صحيح خط لنفسه يقدر يعيش بيه، لان هو النهارده عنده جزء من الاعاقه بتعيقه شويه، انما لو قدر ان هو يتعلم مهارات، يكتسب مهارات منتج مختلفه، هيبقى شخص منتج، هيبقى شخص فعال في المجتمع. اكبر حاجه بتقدر تخلي لاعب الاولمبياد الخاص في قمه الزهو امام نفسه، امام المجتمع، امام اسرته الصغيره، هو انجازه الرياضي، لان نعم. هو بيتحقق الانجاز الرياضي ده، فهو النهارده بيبقى فيه زهو، كل الناس بتشاور نعم. عليه لما بيبقى النهارده موجود في قناه كبيره زي قناه النادي الاهلي، لما بيشار اليه بالبنان، لما النهارده الدوله بتوفر له مجموعه خدمات، لما كمان بيسافر يلعب بطوله، لما كمان النهارده بيتواجد باكتر من شكل، بيبقى في استقبال، والنهارده قيادات كبيره على المستوى السياسي. صحيح. معالي الاستاذه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي كانت في استقبال الوفد بالمطار، بجانب تواجدها اثناء الايفنت في اثناء الحدث او اثناء البطوله في المانيا، الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه وتواجده في الحدث اثناء ما كنا في المانيا وتشجيعه للابطال، وكمان كان في استقبالهم في المطار سفير الاولمبياد الخاص الدولي الفنان الكبير حسين فهمي، كان موجود باستمرار رغم ان هو بيحتل منصب دولي تبع الاولمبياد الخاص الدولي، انما كان اكتر الوقت موجود معانا كفريق منتخل. كان فريق المصري، وده مش النهارده بس، ده الكلام ده بقاله عشرات السنين، والفنان الكبير حسين فهمي موجود معانا، فكل ده النهارده زهو وفخر للاعب واحساسه بنفسه. لما بيرجع
بالميداليه دي وبالانجاز ده الناس بتشاور عليه، الناس بتبدا تعرفه وبينقل تجربته اللي وراه، فبيحمس اللي وراه. خلاص بقى خلاص حلقات، بقت حلقات بقى جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل بفضل الله. هو ده اللي بيخلينا متهيألي حصولنا على 49 ميداليه يا دكتور النهارده يعني بيدل على عظمه الدوله المصريه في دعم ولادنا، يعني ده رقم كبير وده مش هيجي من فراغ. جه نتيجه دعم من وزاره التضامن، جه من دعم وزاره الشباب والرياضه اللي هي اذرع الدوله في دعم اولادنا واخواتنا من اصحاب الاهمم، اصحاب يعني الاعاقه الذهنيه. فالنهارده ده برضو بيوضح قيمتهم في المجتمع واحساس الدوله بيهم. هي النقله جت من هنا. النقله جت منين؟ النقله جت في عام 2018 لما سمي عام 2018 بعام ذوي الاعاقه. نعم. فابتدى طبعا صوره الفنان حسين فهمي الفنان الكبير وهو وسط اولادنا يعني بيساندهم وبيرفع على مصر. دي صورتك يا دكتور وانت في المدرجات معالي السفير ومعالي المهندس هاني محمود والمهندس ايمن عبد الوهاب. حضور معالي السفير وحضور يعني فنان كبير، هو ده كل ده، كل ده دعم. كل ده دعم موجود بيشكل النهارده هو نهايته الانجاز اللي تم تحقيقه، لان الانجاز ده بدايته كان مجلس اداره الاولمبياد الخاص المصري لما وافق ان احنا نشترك. بس خليني الاول قبل طبعا بذكر طبعا مجلس اداره الاولمبياد الخاص، لازم ننتهز هذه الفرصه ونعزي معالي الوزير هاني محمود طبعا رئيس الاولمبياد الخاصه مصر. الحقيقه واحد يعني الشخصيات المحترمه جدا 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 والداعم للاولمبياد الخاصه ولاصحابنا ولاولادنا من ذوي الهمم، بنعزيه الحقيقه في وفاه حفيدته. ومن هنا طبعا باسم الدكتور باسم وباسم كابتن بهاء وكل ولاده وباسم برنامج الابطال بنقدم خالص التعازي للكابتن والمعالي الوزير هاني محمود رئيس الاولمبياد الخاصه في وفاه حفيدته. ربنا يغفر لها ويرحمها، وانا لله وانا اليه راجعون. ونتمنى ليه الصبر والاهلها والباباها ومامتها الصبر والسلوان، وعمرنا ما ننسى حاجه زي كده ابدا، وبالعكس كل الدعم لمعالي الوزير لغايه طبعا ما يتخطى هذه المحنه الصعبه. تالي يا دكتور يعني دي اقل شيء نقدر نقدمه للدكتور هاني طبعاً او معالي الوزير هاني محمود. طبعاً ربنا يا رب يصبره اللهم امين، ويعني نتجاوز الفتره الصعبه دي. طيب خلينا نروح لكابتن بهاء مدير فني الدراجات. يعني لا الاول قبل ما اتكلم في الفنيات اي شيء، ليه توجهت او حطيت خبرتك وحطيت يعني درايتك بهذه اللعبه في اتجاه الاولمبياد الخاص اصحاب الهمم او يعني زي ما بيقولوا ذوي الاعاقه الذهنيه؟ ايه اللي خلاك البدايه جت منين يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البدايه كانت من حوالي 7 أو 8 سنين فتره. كنت ابتديت بشكل تطوعي مع الاولمبياد الخاص المصري في اكتر من حدث، مش الدرجات بس اللي هو المين سيت الاساسي بتاعنا. بس انت في الاصل كنت بتلعب درجات؟ كان الاصل كنت في مجال الدرجات ودربت درجات. ممتاز، يعني انت كنت على درايه بها. طبعا. من ساعه لما دخلت اسره الاولمبياد الخاص المصري يعني الموضوع اختلف معايا تماما. بقيت انا الموضوع ده بقى واخد جزء كبير من تفكيري، من توجهي، من حياتي. ابتديت بدل ما كنت شغال مع الاصحاء بس، بقى شغلي حتى الخاص بره الاولمبياد الخاص بقى في الجزء ده، بقيت اوجه نفسي للموضوع ده. وما بقيت في جزء شويه مسؤول عن مكان، بقى عندي الاصحاء وفي نفس الوقت ذوي الهمم زي ما حضرتك ذكرت، الجزء البارالمبي وكمان الجزء الخاص. يعني انت شغال مع البارالمبي كمان والجزء الخاص بتاع الاعاقه البدنيه والاعاقه الذهنيه اللي انت شغال معاها. بقى خلاص بقى جزء اساسي من حياتي المهنيه وحياتي التطوعيه كمان. ما شاء الله. طيب بدات امتى تتوجه بشكل كامل بقى؟ وازاي بدات تختار اللعيبه؟ وازاي النشاط؟ يعني دلوقتي عشان تاخد لعيب بيلعب درجات بتشوفهم فين؟ بتتفرج عليهم ازاي؟ ايه النشاط اللي بتختار بناء عليه لعيبه منتخب مصر؟ الموضوع بدا من اواخر 2022، كان من بعد ما ربنا اكرمني بشرف وثقه الاولمبياد الخاص المصري برئاسه دكتور باسم وكابتن عمرو محي، ان انا توليت مسؤوليه ملف الدرجات. ممتاز. ابتدينا ان احنا نظمنا بطوله الجمهوريه اللي احنا من خلالها ابتدينا نختار نشوف العناصر الموجوده. اللي بيشارك في بطوله الجمهوريه مين؟ يعني هل انديه ولا اشخاص فرديين؟ يعني الهيئات المشاركه في الاولمبياد الخاص المصري. زي ايه مثلا؟ الهيئات المشاركه يعني اديني اسامي. انا بقول ليه الاسامي؟ عشان الساده المشاهدين بيتفرجوا علينا، لو لقى هيئه قريبه منه صح وعنده بطل من هؤلاء الابطال عنده في البيت يتوجه ليه على طول. قول لي اسامي الهيئات. مثلا نادي، في نادي النصر الرياضي ونادي وادي دجله. ممتاز. في نادي بيجاسو دريم لاند، نادي الهرم الرياضي،
في هيئات كتير جدا، والافضل ان احنا اللي حابب يتوجه توجه للاولمبياد الخاص المصري وهو هيوجهه فين؟ مقر الاولمبياد الخاص في جزيره العرب. برضو دكتور باسم هيقول 35 شارع جزيره العرب في المهندسين. بالمهندسين لو عايز يسال على اي حاجه، هل في هوت لاين؟ هل في رقم؟ في يا فندم صفحتنا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى تويتر، يبعت لنا عليها. وفي المقر بتاعنا 35 جزيره العرب في المهندسين، يتوجه ليه واحنا تحت امره. يتوجهه يروح فين ويتعامل مع مين؟ نقدر نساعده كمان. طيب الهيئات بتشارك وبتوفر الدرجات لاولاد ده، بتوفر الكلام ده، وهي اللي بتصرف. بنخش بطوله الجمهوريه بتتفرج عليهم وبتبتدي تختار. كان كم لاعب مشارك مثلا بطوله الجمهوريه؟ بطوله الجمهوريه كنا ما يقارب يعني قربنا من 100 وحاجه لاعب الحمد لله. 100 وحاجه لاعب مشاركين. مشاركين طيب. في بطوله. سؤالي هنا برضو مهم، هل كل اللعيبه بنفس الاعاقه الذهنيه ولا ال100 بيشاركوا في نفس الايفنت ولا متقسمين؟ متقسمين حسب تصنيفات التقسيمات الخاصه بالاولمبياد الخاص مصر. مين اللي بيصنف؟ اللجنه المنظمه المسؤوله عن البطوله. طيب. المكلفه من الاولمبياد الخاص مصر. اللجنه المنظمه دي ايه المعايير اللي بيها بتقدر تتست او تختبر ان اللاعب ده ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3؟ ايه المعايير؟ اديني معايير بسيطه. انا بقول بالتفاصيل الفنيه دي ليه؟ عشان الساده المشاهدين. احنا الاولمبياد الخاص المصري بيتميز بجزء ان هو بيسمح لجميع المستويات وجميع الفئات تشارك. بيتم عمل تقسيم قبل النهائيات. التقسيم ده بيتم فيه كل اللعيبه بتشارك باي رقم باي تصنيف، وبعد كده بيبقى فيه تقسيم. يعني احنا بنخليهم يلعبوا الاول. يلعبوا الاول تقسيم، وبناء على لعبهم اللجنه بتتابع وبتدي تصنف. بتصنف بمستويات متقاربه عشان تدي الفرصه بعداله للجميع ان هو يشارك في تقسيم عادل. العمليه محتاجه افهم دي كويس. هي العمليه بتبقى بدايتها رقم واحد بنصنف وفق الجنس، الولاد مسابقات والبنات مسابقات. ممتاز. الجزء الثاني وفق المراحل السنيه، الدرجات تعتبر من الرياضات الفرديه، بنصنف من 8 ل 11 سنه مع بعض، من 12 ل 15 سنه مع بعض، من 16 ل 21، من 22 ل 29، فوق 30 سنه. تمام. كل دي مراحل عمريه. 30 ممكن يشارك. كل دي مراحل عمريه، كل مرحله لوحدها سواء بنين او سواء بنات. الجزئيه الفنيه اللي كابتن بهاء وضحها دلوقتي اللي هي الجزئيه بتاعه القدره الرياضيه، لما وضح لحضرتك قال ان احنا عندنا مجموعنا مثلا 110 متسابق في رياضه الدرجات، كل تقسيم بيبدا ده في مرحله سنيه معينه. هنقول مرحله سنيه واحده، مرحله سنيه مثلا فيها 15 متسابق، نزلتهم مع بعض عملوا راوند مثلا، خدت ارقامهم، خدت الارقام بتاعتهم، ببدا اعمل النهارده اشوف القدره الرياضيه بتاعتهم، جاب الراوند في قد ايه تايم، وابدا احسب 15% واكون مجموعه. ممتاز. حوالين الرقم احسن رقم، وبعدين اخد بعد كده رقم تاني بلس اور ماينس 15%. 15% وافضى كم ابدا اكون في مجموعات، بحيث ان اول مجموعه تبقى فيها احسن ارقام، تاني مجموعه تاني افضل ارقام، تالت مجموعه الارقام اللي بتبقى الاقل خالص، بحيث ان المجموعه الاولى هي مجموعه المتميزين يتنافسوا مع بعض، هيبقى في عداله في التوزيع. لو احنا قلنا ان الستارت بتاعهم من النقطه دي وعملنا اشاره الانطلاق، عند وصولهم لخط النهايه هيبقوا متقاربين جدا في وهيبقى فيه هيبقى. طب سؤال بقى دكتور، هل ده نفس المنهج والآليه يعني نقول الميكانيزم اللي بيتطبق في بطولات العالم بره؟ هو نفس بيعملوا نفس الكلام، بيروحوا نفس الامر. حلو. نفس الامر. حلو. نفس الامر. حلو. فاحنا بنطبقه من هنا وبنعود اولادنا عليه من هنا، وكمان يعني الحمد لله ربنا اراد لنا الخير ان احنا كمان بنحاول ان احنا نؤهل المدربين اللي في الهيئات المختلفه اللي ذكرها الكابتن بهاء، ان هم يبقوا عارفين النواحي القانونيه اللي احنا بنشتغل بيها. الله ينور عليك. بحيث ان هي بتبقى النتيجه معلنه، كل السباقات بتاعت الاولاد، كل المتسابق بالرقم اللي جابه بيشوف الارقام قدام عينيه، وبيبدا يحسب ال 15% بتاعت الاولاد جوه المجموعه لغايه ما كون مجموعه. المجموعه بتتميز شرط اساسي من تكوينها، ما تقلش عن 3 افراد، لا تقل عن 3 افراد وما تزيدش عن 8 افراد. طب افرض لقيت عدد اكتر من 8، تعمل ايه يا دكتور؟ من 8 افراد احاول ان انا اقسمهم مجموعتين ويصفوا. بقسمهم مجموعتين ليه؟ هقول لحضرتك، لان برضو الاولمبياد الخاص بيكرم المركز الاول بالميداليه الذهبيه، المركز الثاني فضيه، المركز الثالث البرونزيه، ومن المركز الرابع للمركز الثامن بيديله شاره مشاركه. الله الله. زي حافز تشجيعي ليه طبعاً. ان هو النهارده طلع الرابع، ما تكسرش بخاطره، طلع الرابع، طلع الخامس، طلع السابع، طلع بطل، الثامن، هو بطل، هو جاب نتيجه وحقق انجاز.
وده حافز ليه ان هو عشان الايفنت القادم يمرن نفسه اكتر ويأهل نفسه اكتر عشان يقدر يعني ان هو يحصل على ميداليه. يعني الاعاقه الذهنيه فهو له مكان، له مكان ويقدر ينافس ويقدر يتواجد وبتضموه وبيتم دمجه في البطوله وبيحس ان هو حتى لو ما وصلش لخط النهايه كانت اعاقته مش هتساعده يوصل حق خط النهايه، بس مجرد انه شارك وجه برضه هقول لحضرتك عشان وصول لخط النهايه دي هو اول حاجه في القانون بتاع اي رياضه في الاولمبياد الخاص، لان الاولمبياد الخاص الدولي ماضي بروتوكول او ماضي اتفاقيه مع اللجنه الاولمبيه الدوليه تمام ان هو يستخدم كلمه اولمبيكس، ده رقم واحد. رقم اتنين ان كل المسابقات بتاعته تبقى خاضعه للقوانين بتاعه الاتحادات الدوليه بتاعه الرياضات الاولمبيه اللي بيشتغل عليها، وده اللي بيخلي النهارده في منافسه وفق القانون، بس فيه بعض التعديلات عشان الحالات بتاعت اللاعبين من ذوي الإعاقة الذهنية تتناسب معهم، التعديلات الطفيفة، إنما لازم اللاعب يوصل لخط النهائي. لازم اللاعب يوصل بكامل هيئته بالدرجة بتاعته. لو مش هيقدر يوصل يبقى ده خطر انه يشارك. بالظبط كده. عشان كده قلنا في الكابتن بهاء اشار لسيادتك ان في جزء مرحله التقسيم او المرحله التمهيديه بنشوف مين قادر ان هو يشارك، مين قادر ان هو يكمل السباق، مين من الناحيه المبدئيه قدر ان هو يركب الدراجه بتاعته ويكمل لغايه النهايه، مين اتعطل، مين تعثر. فاللي بيتعطل واللي بيتعثر دوت والله لو المدرب بتاعه اصر على مشاركته قال ان دي حاجه طارئه فبيبقى النهارده الامر مختلف شويه، انما لو اللجنه الفنيه تراءى ليها ان اللاعب غير مؤهل وفي خطوره غير مؤهل طبعا. وفي خطوره عليه ان هو يشترك يبقى لازم النهارده في الحاله دي ما يشتركش او نأخر مشاركته للبطوله بعد ما اتدرب كويس. بالظبط يتمرن ويرجع يشارك تاني، ما عندناش ادنى مشكله. طب كابتن بهاء يعني انت عملت كام ميداليه بفرقتك هنا؟ احنا عملنا 4 ميداليات وعدد من المراكز. عدد مراكز يمكن حسام شعبان ضيفنا اللي كان خد الفضيه معاه. طيب انت بتروح رحت بكام ليفل بكام مستوى؟ رحنا باربع مستويات، 2 بنين واثنين بنات. احنا كان من اصل كام مستوى اصلا مشارك؟ من اصل كام مستوى مشارك؟ هو زي ما حضرتك كل عدد بطوله بيتقسم مجموعات زي ما دكتور باسم قال لحضرتك. حضرتك مش فاهمني يعني في الدرجات، او يمكن خليني اوضح السؤال يعني الدرجات كام ليفل كان موجود هناك؟ كام ليفل كان في من بدايه من رجال من كان هم رجال وسيدات بدايه سباقات من 500 متر ل 25 كيلو. مصر كانت مشاركه في ال 500 والكيلو وال2 كيلو وال5 كيلو. ده عدد رهيب، ده عدد كبير جدا. انا شايف حتى المدرجات جايبه عدد كبير. طيب احنا شاركنا في اربع ايفنتات، اثنين رجال واثنين سيدات. طب قول لي ايه الايفنتين الرجال؟ الايفنتين الرجال هو كل لاعب بيشارك في 3 ايفنتات. ممتاز. عندي ولد حسام شعبان وايمان شاركوا في 3 ايفنتات، 5 كيلو طريق، 5 كيلو فردي وال2 كيلو. تمام. الابطال التانيين مارين بوليس وسامة السيسي شاركوا في 2 كيلو وكيلو و500 متر. ممتاز. احنا جبنا 4 ميداليات. جبنا 4 ميداليات. الله اكبر. طيب ايه اللي انت شفته هناك في المانيا يعني حسسك ان احنا برضو على الطريق الصح؟ انت مقارنه بالدول التانيه ايه اللي انت شفته؟ ايه اللي شفته خلاك متفائل انت ممكن تجيب ميداليات؟ ان احنا الجو بتاع البطوله احنا كنا اهلنا الولاد ليه كويس جدا، من حيث البدايه، من حيث شكل الطريق، من حيث الدرجات نفسها، ان هم راكبين الدرجات الاولمبياد الخاص وفرها نفس الفئه بتاعت الدرجات اللي كانت مع الابطال التانيين. فكل ده الولاد ما كانوش عندهم مشكله في شكل البطوله، ما كانوش عندهم مشكله في شكل السباق، في شكل الطريق. فكنا رايحين جاهزين وعاملين اعداد كويس للبطوله. طب قبل الاعداد انتوا اكتفيتوا بالاعداد في مصر؟ ده طبعا ده كان الافتتاح يا دكتور. ها يا فندم حاجه. بصوا يا جماعه العدد، الله اكبر، ده ايه ده؟ يعني اما تكون مصر مشاركه في دولة. لا ده 190 دوله على مستوى العالم. 190 دوله 190 دوله على لا مستوى لا العالم. الايفنت كان حدوته. بص الافتتاح، بص المدرجات مقفوله، المدرجات مقفوله. لا حدث كبير وجود مصر فيها من وخدنا 49 ميداليه. لا دي حاجه تشرف. ودي الشعله بقى السنه الجايه، الدوره الجايه تعمل فين كمان سنتين ان شاء الله رب العالمين. الالعاب العالميه الشتويه القادمه هتبقى في 2025، هتبقى في ايطاليا ان شاء الله. في ايطاليا بعديها هتبقى صيفيه في 2027. 2027 ان شاء الله رب بقى. العالمين غالبا هتبقى في السويد. ما فكرناش نجيبها مره والله. محتاجه يعني ترتيبات. والله لا محتاجه طبعا في الاول خالص يعني مجموعه ترتيبات من نوع كبير شويه، لان هي زي عامله زي ملف استضافه حدث كبير، لان ده حدث عالمي زي ما حضرتك شايف. واحنا طبعا يعني خليني اقول لحضرتك وعايزه تبقى الملاعب مجهزه. طبعا مجهزه للنشاط. طبعا واحنا الحمد لله دلوقتي بقت مصر فيها بنيه تحتيه محترمه قادره على استضافه الاحداث الرياضيه الكبيره اللي زي كده الحمد لله. 190 دوله شاركت في الالعاب العالميه، 7000 لاعب ولاعبه، ومصر موجوده في هذا الحدث الكبير.
وحصولنا على 49 ميداليه، 17 ميداليه ذهب، 23 فضه و19 برونز. النهارده بنتكلم في عدد كبير ميداليات، اكيد ما جاش صدفه وسط العدد اللي حضراتكم شفتوه كبير جدا ده، يبقى اكيد ده جاي نتيجه جهد للولاد المخلصين وابناء طبعا الاولمبيات الخاصه او الاولمبيات الخاص اللي بيشتغلوا وبيتعبوا عشان هدف مش بس رياضي، هدف اجتماعي كبير جدا. طب كابتن بهاء، يعني هل ممكن نشوف بعد النتيجه دي في الشتويه بقى كمان سنتين في ايطاليا ممكن نشوف نتيجه احسن؟ يعني انت شايف ان انت استفدت ان شاء الله؟ طبعا احنا حطينا بعض النقط اللي احنا المفروض نحسن فيها اكتر. زي ايه مثلا؟ زي مثلا احنا ممكن نشارك في اللعيبه بتاعتنا عملت مستوى كويس جدا في السباقات الصغيره، نقدر ان شاء الله السباقات الجايه ننزل في عندنا لعيبه مؤهله تنزل سباقات الاطول ان شاء الله. طب انت شايف ان يعني القاعده بتاعت اللعيبه بتزيد؟ يعني شايف مشاركه اكبر في من الاسر المصريه من يعني طبعا السل او الخليه الاساسيه للدعم البطل البارالمبي او البطل اللي في ظهر كل لاعب مهما طبعًا. كان احنا بنتكلم هنا كده مفيش اسره داعمه يبقى مفيش لاعب بارالمبي. شايف ان الناس بدات تقبل، بدات تشجع اولادها، بدات تنزل، ولا شايف لسه الاقبال؟ الاقبال طبعا يعني من كل بطوله للتانيه العدد بيزيد في المشاركات، العدد بيزيد كمان في المستوى المشاركه بيزيد، يعني الولاد بتبدا تتمرن اقوى، بتبدا توفر ادوات احسن طبعا طبعا، لان هم شايفين كل ما حد بيسعى اكتر بيكمل تمرين او بيواظب على التمرين بيوصل لمكان اعلى. طب دكتور نفس السؤال حضرتك كراجل طبعا يعني في الاداره ومدير تنفيذي وشايف الصوره، واكاديمي كمان طبعا دكتور تربيه رياضيه، وطبعا مشرفنا اكيد يا دكتور يعني اكاديميا وعمليا، شايف الرؤيه ايه؟ كل سنه بيزيد اقبال الاسر المصريه، هل الرساله اللي حضراتكم عايشين عشانها النهارده بتجني ثمارها ولا لسه؟ بص يا فندم، كل حدث من الحدث اللي بعد اللي قبليه بيحصل فيه زياده وبيحصل فيه طفره ما شاء الله، وبيحصل كمان نقله نوعيه داخل الهيئات داخل الانديه. النادي النهارده ابتدى يوفر مدرب دراجات جوه يعلم الاولاد بتاعته رياضه الدراجات، وابتدى يوفر بدام الاولمبياد هينظم حاجه في الريشه الطايره، ابتدى يوفر مدرب يعلمهم ريشه طايره، ابتدى يوفر معلم مدرب للتنس الارضي، ابتدى يوفر للجودو، لان احنا في المانيا البطوله اللي فاتت دي كنا مشاركين ب 15 رياضه. من الاصل كام؟ يعني كام رياضه هناك؟ 23 رياضه، احنا شاركنا ب 15. احنا كده بنتكلم في حوالي 60% او 70%، وده برسنتج عالي. الحمد لله رب العالمين. خليني اقول لحضرتك لما النهارده نشارك ب 15 رياضه، 15 جهاز، 15 لا يعني 15 فريق ب 15 جهاز فني ما شاء الله متواجدين معاهم رجال وسيدات، لان طبعا احنا عندنا لاعبين وعندنا لاعبات. كان عدد البعثه كام يا كابتن؟ العدد بتاع البعثه كان 109 لاعب ولاعيبه واداري. عدد اللاعبين واللاعبات كانوا كام؟ العدد بتاع اللاعبين واللاعبات 67 لاعب ولاعيبه. الله اكبر ما شاء الله، نجيب 49 ميداليه الحمد لله رب العالمين. نسبه بتعدي 80%. طبعا الحمد لله رب العالمين. نسبه نجاح ب 80%. بالاضافه الى ان كمان معانا الشق الطبي، معانا طبيب للبعثه متواجد معانا على طول. الاجهزه الفنيه اللي كانت موجوده كلها الحمد لله اجهزه فنيه متخصصه، هي دي السيركل او الخط اللي احنا ماشيين فيه من فتره. طب الناحيه الطبيه ده انا عايز اقف عنها شويه، لان الناحيه الطبيه هنا انت النهارده بتتعامل مع طفل، يعني طبعًا. هو مهما كبر سنه فهو طفل كويس، فانت النهارده هو بعيد عن باباه ومامته كويس، بعيد عن اسرته، راح في جو السيطره طبعا بيئه مختلفه، السيطره على ابطالنا دول بتبقى الموضوع برضو محتاج صح. مش بس حزم، لا ده محتاج صحوبيه، فاذا المدربين هنا محتاجين ياخدوا زي كورسات وفرق وتاهيل نفسي زي طبعًا. هل الكلام ده في حسابات حضراتكم؟ هو الحمد لله رب العالمين، لان 90% او 99% من يعني نسبه تعدي 95% من الاستاف اللي بيعمل في مجال الاولمبياد الخاص المصري كلهم من مجال التربيه الرياضيه، ده رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه للسؤال حضرتك اجابه مباشره قول فصل، الحمد لله رب العالمين احنا عملنا 2 معسكر تجريبي للبعثه، خدنا اللاعبين وانتقلنا بيهم لمكان مقفول، لزون مقفول مع الجهاز الفني مع الجهاز الاداري مع الطبيب بتاع البعثه، عملت معايشه كان الوضع اللي هيبقى برلين. سبقنا ده بخطوه، عملنا اجتماعات مع ما بين الطبيب والجهاز الفني واسر اللاعبين عشان نعرف اللاعبين مهمة جدا. عشان نعرف خط سير اللاعب ومفاتيح التفاعل مع اللاعب تفاصيل. وبعد كده نقلنا خطوه ثانيه ابتدينا نعمل المعسكر المغلق، وبعدين فوتنا فتره من التدريبات والانتظام في التدريبات بتاعتنا في الاعداد، وبعدين عملنا معسكر تاني برضو علشان يبقى احنا النهارده المينا
باكتر حالات للولد ما بينه، في كل حالاته بالظبط، ما بينه وما بين المدرب بتاعه، ما بينه وما بين زمايله، الاسره، وما بينه وما بين زمايله، ما بينه وما بين رعايته الشخصيه لنفسه. بيقدر يعتمد على نفسه في الاكل والشرب، بيقدر يعتمد على نفسه في تغيير الملابس، بيقدر يعتمد على نفسه ان هو يصحى، بيقدر يعتمد على نفسه في تفاصيل حياته، اخباره ايه، ماشي ازاي. كل التفاصيل دي عملنا لها تجارب مره واثنين وثلاثه، وعملتوا اسسمنت، وازاي تقيمه. اساسه ولي الامر، والاسسمنت اساسه تواصلنا الدائم مع ولي الامر اثناء ما احنا مسافرين، واثناء ما احنا في المعسكرات، واثناء ما احنا طول خط الرحله. هو ده اللي وصلنا في النهايه الحمد لله رب العالمين. لما وصلنا المطار الاسر موجوده، احتفاليه كبيره من الاسر، مطمنين على اولادهم رغم ان هم ما شافوهمش، بس شافوهم عن طريق الموبايل، شافوهم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، شافوهم وهم بيلبسوا الميداليات بتاعتهم، كلموهم في التليفون، كلموهم صوت وصوره. كل التفاعلات دي من قبل ما الولد يطلع لاهله او لاسرته بره المطار، الناس كانت موجوده بره وعامله احتفالات رهيبه رهيبه شكرا. علشان احتفالا بتواجد الابطال دول وعودتهم الحمد لله سالمين غانمين. يعني هو مش مستني يشوف ابنه ويطمن عليه، هو الحمد لله هو مطمن وعايش معاه ومتابع مع المدرب ومتابع معانا كلنا، فالحمد لله الامور كلها تكاد تكون بالنسبه له مستقره وهو مطمن الحمد لله. الله اكبر يا دكتور بصراحه. طب كابتن، يعني يمكن انت هناك اللعيبه مع بتاعتك بيبقوا قاعدين مثلا في اوض زوجي ولا اوض فردي؟ برضو التفاصيل دي مهمه عندك. احنا في الاولمبياد كنا موفرين للولاد غرفه مزدوجه والبنات غرفه مزدوجه، وكانوا الغرف بجوار غرف المدربين، بيبقى في اشراف دائم ما بينهم وما بين المدربين. طيب انت كنت مثلا، انا بحب اتكلم في التفاصيل ليه عشان نشوف قد ايه انتوا تعبتوا. انت داخل تنام خلاص، اليوم خلص، اتمرنتوا، حضرتوا ايفنت معين وراجعين، كنتوا على العشاء وراجعين، داخلين الولاد يناموا، بتطمن عليهم ازاي؟ بتروح اوضه اوضه تطمن على الولاد نايمين ولا بتعمل ايه؟ احنا كنا متعودين على ده هنا، وكنا عاملين زي بروفاتلي في المعسكرين اللي الكابتن اللي الدكتور باسم قال عليهم. واحنا هناك كان معايا المدربه المرافقه معانا كابتن كريمه، فاحنا كنا متواجدين دايما بصفه مستمره، يعتبر احنا عايشين مع بعض. احنا بنسيب الولاد بس يعني خلاص دخلوا طمنا ناموا، هنعمل ايه بكره، وخطتنا هنصحى امتى، وخلاص بنطمن عليهم ان هم خلاص يعتبر ناموا. طيب وبتخشوا في اثناء الليل تطمنوا عليهم؟ طبعا احنا معانا الكارت بتاع الدخول ليهم، احنا بصفه مستمره احنا متواجدين. وبتظبطوا المنبه وتصحوا بالليل وتقوموا تبصوا على الولاد او البنات وتطمنوا عليهم بصفه مستمره؟ بصفه مستمره. ما شاء الله ما شاء الله. العلم ان الموضوع ده صعب جدا، لازم طبعا نبقى متواجدين على فترات قريبه كمان، فترات قصيره. طيب المتابعه في فترات الناحيه النفسيه والاعداد النفسي للعيبه، بتساهم بده، بتشارك، بتحمس اللعيبه كتير جدا ازاي؟ طيب قول لي كده، بتتكلم معاهم في ايه يعني؟ يعني حسام بطلنا اللي هيبقى معانا، حسام شعبان صاحب الميداليه الفضيه اللي هيكون معانا من شويه كمان شويه، كنت بتقول ايه قبل الماتش؟ حسام من اللعيبه اللي عندها الحماس وعندها الفكر يعني درجه متقدمه شويه، فكنا بنرسم السباق بتاعنا بناء على الاعداد واللي احنا اتمرنا فيه، وان احنا عملنا السباق ده مره واثنين وثلاثه، وعملنا احتكاك مره واثنين وثلاثه، وكنا حاطين استراتيجيه وبنراجعها معاه، هيمشي السباق ازاي، اول كيلو، ثاني كيلو، ثالث كيلو، اللعيبه اللي معاه مستوياتها عامله ازاي بناء على التقسيم، فاحنا ازاي هنشتغل معاهم اذا كان في السباق الجماعي او السباق الفردي. فكان بيستجيب معاك؟ كان بيستجيب، لان احنا اتمرنا على ده في الفتره اللي فاتت دي كلها. طيب من خلال تعاملك مع طبعا يعني اولادنا واخواتنا من اصحاب الهمم، اصحاب الاعاقه الذهنيه، ايه اللي بيميزهم؟ يعني ايه اللي بيميزهم؟ هل بيبقى عندهم اصرار اكتر منا؟ هل بيبقى عندهم مثلا طيبه بزياده؟ هل بيبقى قلب ابيض بزياده؟ ايه الحاجه المشتركه ما بينهم؟ احنا مبدئيا هنتكلم في لو اتكلمنا في الشق الرياضي، هم حابين جدا ان هم يعملوا حاجه جديده، ولما بيعملوا ده هم الحافز عندهم بيبقى قوي جدا للانجاز اللي بعده. يعني هم لما بيحققوا حاجه بيحس بقيمه كبيره اللي ذكرها دكتور باسم في الاول، الزهو اللي هو اللي احنا بنقول عليه، انا موجود والناس دي كلها بتكرمني او الناس دي كلها بتشجعني. طب انا هوريكم انا مين. فانا هعمل للسباق الثاني، للسباق الثالث، يعني احنا سباقاتنا كانت على اكتر من يوم، فكل سباق بيدي له حافز اكتر للسباق اللي بعده والسباق اللي بعده وهكذا. ما شاء الله. طيب ايه اللي عندنا؟ يعني ايه اللي جاي بقى بالنسبه للنشاط الاولمبيات الخاص؟ يعني انت بالنسبه لك على مستوى الدرجات، هل بطوله الجمهوريه هتحافظوا عليها؟ هل هتعملوا اكتر من بطوله الجمهوريه؟ ممكن زون او يعني مناطق لو الهيئات كترت، يعني ايه النشاطات اللي جايه لك كمدير فني هتبتدي تتابع من خلالها؟ احنا بالنسبه للفتره الجايه هتبقى موسم، بدايه الموسم من جديد للبطوله الشتويه او الصيفيه اللي بعدها، فهنبدا نشوف، هندرس تاني حاله المناطق، لو احنا العادات في المناطق والانديه ابتدت تسمح ان احنا
نفس البطولات مناطق، حتى لو مناطق مجمعه شرط منطقه ثلاث اربع مناطق ممكن هي والقاهره والجيزه مثلا حسب القاعده اللي عندنا جوه الاتحاد، ودي الاحصائيه بتاعتها موجوده مع لجنه الاتحاد ما شاء الله. فنبدا نعمل مناطق تاهلنا للجمهوريه تبقى هي العرس النهائي بتاعنا بعد بطولات المناطق اللي هنعملها ان شاء الله. طب دكتور، يمكن يعني انتوا عاملين ريكورد طبعا من خلال رحلتكم ومن خلال طبعا نشاطكم على مدار السنين، يعني بتعملوا بتهتموا بلعبه لعبه ازاي؟ يعني النهارده انا بتكلم عن الدرجات وحضرتك بتقول انت شاركت في 15 لعبه، هل انت ما عندكش اتحادات؟ انت اورجانيزيشن واحده او منظمه واحده هي اللي بتتابع ال 15 لعبه وتتوسع، حضرتك قلت لي هتتوسع في لعبات اخرى ان شاء الله. بتديله ده ازاي؟ هل بتجيب حد مسؤول عن كل لعبه ولا كله في الاخر بيجي تحت اشراف سيادتك؟ خالص، احنا بننسب الرياضه للمسؤول الفني بتاعها. ممتاز. احنا بينعكس دورنا ناحيه تنظيميه وناحيه اداريه. يعني احنا كعاملين في الاولمبياد الخاص عندنا مجموعه من الخبرات الرياضيه، انما انا لست متخصص في رياضه الدرجات، لست متخصص في رياضه كره السله ولا كره اليد، انما العكس تماما. انا بروح النهارده زي كابتن بهاء راجل يشار اليه بالبنان في مجال الدرجات، بجيبه النهارده بقعد معاه بديله الصلاحيات كامله بقعد اشتغل معاه. يعني هو دلوقتي كابتن بهاء ذكر كلامه، قال 8 سنوات او من 10 سنوات بيشتغل معانا كمتطوع، وبعد كده الحمد لله رب العالمين جزء من المنظومه، حصل نقله ان هو النهارده بقى هو المسؤول عن رياضه الدرجات وهو المدير الفني لرياضه الدرجات. نفس الامر بينعكس على كافه المسابقات وكافه الرياضات الاخرى، حد مسؤول فني موثوق فيه قادر على ان هو يتفهم الفرق ما بين الرياضه الاولمبيه ورياضه الاولمبيات الخاص بشكل كويس، ويقدر ان هو ينفذها ويقدر ان هو يتفاعل معاها، ويقدر كمان ان هو يبني تحتي مدربين، يقدر كوادر. يبني تحتي كوادر تقدر تتوسع وتبدا تشتغل. يعني النهارده لو بنتكلم على الثمان سنين اللي الكابتن بهاء بيتكلم عليهم، النهارده احنا وصلنا ل 110 او 115 حد بيركب دراجات. احنا اول ايفنت اذكر كان معانا 18 او 17 واحد بيركب دراجه، النهارده احنا 100 وشويه في خلال 8 سنين. فلو استمرنا على نفس المنحه هنوصل ان احنا نعمل زون او بطولات مناطق، وبعد كده نبدا نتطور. يمكن ده النهارده احنا عملناه في رياضه السباحه، عملنا بطوله لمنطقه القاهره، عملنا بطوله لمنطقه اسكندريه، عملنا بطوله لمنطقه الجيزه، وبعد كده عملنا بطوله برافو. الجمهوريه برافو. فابتدت الامور اكسباند تتوسع بالظبط، تتوسع من تحت، وان شاء الله طامحين يعني ان كل ده يتحقق في مختلف الرياضات اللي بيشرف عليها الاولمبياد الخاصه. طب دكتور، يعني يمكن قبل ما اطلع الفاصل، يعني يتبقى لي دقيقتين ولا حاجه على الفاصل اللي جاي، بس خليني اسالك عن الدعم والبادجت. انت بتقعد النهارده بتحط بادجت طبعا، بتقول والله انا عشان من هنا للسنتين اللي جايين، ده طبيعي خلاص. الدوله طبعًا. المصريه او المسؤولين عن الرياضه دلوقتي ما بقاش الفكر القديم بقى، انا طبعًا. بحط بادجت وعندي ادواتي وعندي البلان بتاعتي. النهارده البادجت دي بتبقى هل هي مناصفه ما بين وزاره الشباب والرياضه ولا هي ووزاره التضامن، ولا هل وزاره التضامن هي صاحب النصيب الاكبر؟ يعني كلمني عن التمويل ليك. التمويل بيتعلق بالنسبه لي، خليني اتكلم على بطوله المانيا الاخيره. التمويل بالنسبه لي كان رقم واحد وزاره التضامن الاجتماعي، ادتني دعم مالي كبير جدا. رقم اثنين كان عندي احد الشركات العامله في مجال الاتصالات، ادتني طبعا رقم كويس جدا. احد البنوك الكبيره في جمهوريه مصر العربيه المتوسعه اللي يشار اليها بالبنان، واللي الحمد لله يعني احنا حظينا بالرعايه بتاعتها. رقم ثلاثة شركة للأدوات الطبية والرعاية الطبية. ممتاز. الحمد لله هم دول كانوا النصيب الكبير اللي كان ليهم الفضل وكان ليهم الدعم ان احنا قدرنا نشترك بال 109 في الألعاب العالمية بتاعة ألمانيا اللي فاتت. أكيد بنحيي وزارة التضامن وبنحيي شركائكم، مش هقول السبونسرز، لأن هو النهاردة اللي بيدعمك ده أو اللي واقف جنبك ده مش سبونسر خلاص، النهاردة بيقدم رسالة كبيرة جدا طبعًا. للدولة المصرية ورسالة لأبنائنا، ومؤمن بفكرة ومؤمن بعقيدة معينة، فده بقى شريك خلاص. خلاص. فأكيد بنوجه الشكر بدون ذكر أسامي، بنوجه لهم الشكر طبعًا. وبنوجه الشكر ليهم من هنا يعني الآخر مصر طبعًا. لأنه بيقوموا بدور كبير ومنتظرين منكم الكتير. خلينا أقول يا دكتور إنه الموضوع هنا موضوع يعني اجتماعي ورياضي بشكل غريب متناهي عجيب، يعني بصراحة حالة مختلفة، حاجة مختلفة، حالة بالعكس مختلفة. محتاجة الدعم ومحتاجة المساندة عشان ندمج هؤلاء الأبطال في المجتمع المصري. استاذن حضراتكم لازم نطلع لفاصل. اكيد بشكرك يا كابتن، شكرا، ربنا يخليك، نورتنا وشرفتني. يعني بعد الفاصل حضرتك هنستقبل حسام شعبان نجمنا او نجمك اللي حقق لك او حقق لمصر الميداليه. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل
وبعد الفاصل هينضم لينا حسام شعبان احد الابطال بقى، نشوفهم ونشوف ازاي بيفكروا وازاي هم فخورين بانجازهم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا خليني اقدم لكم بطل من ابطال مصر البارالمبيين او اصحاب الاولمبيات الخاصه، واللي راح شارك في طبعا دوره الالعاب العالميه وحقق فضه في الدرجات في انهي سبق، في 5 كيلو في السبق، وهو بيلعب في نادي الصفا اللي في الهرم، ومن خلاله قدر يشترك في منتخب مصر ومنه ذهب للعالميه. نجم بطل هو طبعا اهلاوي وجاي النهارده البرنامج، وكان جايب علم النادي الاهلي معايا، البطل حسام شعبان. اهلا بك يا حسام. اهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. نور حضرتك. قول لي بقى، انت النهارده جاي معاك العلم وجاي قناه النادي الاهلي، كنت مبسوط؟ مبسوط وفخور جدا ان انا يعني هطلع وحضرتك يعني هطلع معاك على الهواء طب لو قلت لك ان انا اللي ليا الشرف ان انا طالع معاك، هتصدقني ان انا اللي ليا الشرف اطلع معاك؟ احب حضرتك جدا حبيبي، انت موجود ومنورني ونورني يا حبيبي، ومش هتبقى اول مره، لا ده احنا نبقى يعني هتبقى ضيفنا المستمر ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. طيب أكيد. انت بتشوف ماتشات الكوره؟ ماليش فيها، بس انا ليا في يعني في مش في يعني في حضرتك، انا يعني بحب الرياضه اللي هي مثلا زي الطرقات، كاراتيه، رفع اثقال، جيم. بتتفرج عليهم؟ بلعب. بتلعبهم كمان؟ ما شاء الله ما شاء الله حسام، برافو عليك. طيب قول لي حسام، انت بتلعب في نادي الصفا في الهرم. طب بدات الدرجات ازاي، فاكر؟ كان يعني اللي دخلني فيها وخلاني اشارك فيها يعني الله يبارك له الكابتن طارق النجار، مدير النشاط الرياضي فعلا. عندي، وهو اللي زقني فيها، شجعني وحبيتها جدا، لانها كان طموحاتي في الدرجات دي من زمان كبير. انا من زمان وانا بلعب طرقات، يعني بلعب عجله لوحدي وبنزل امشي في الشارع، يعني بتمرن لوحدي، مش مشارك انا في مع حد. بس انت بتحب الدرجات لوحدي؟ طيب يعني وانت مسافر رايح المانيا مع الكباتن، كنت حاسس انت هتجيب ميداليه؟ حاسس ويعني قلبي كان يعني مشجعني جامد قوي ان انا اروح، يعني اروح واشارك وهكسب ويعني هكسب وهرفع راس مصر كلها، وطبعا ده شيء شرف جميل ليا. عايز اقول لك ان انت عملت كده، انت شرفتنا كلها وشرفت مصر كلها يا حسام. طيب قول لي يعني لما فزت بقى وانت راكب الدراجه وبصيت حواليك لقيت نفسك التاني، ولقيت المدربين بيجروا عليك يحضنوك، كلمنا على اللحظه دي، فرحت؟ كنت سعيد ازاي؟ ايه اللي جه في دماغك اول حاجه بعد السبق؟ انا اول حاجه انا كنت بحلم ان انا يعني اجيب ميداليه عشان يعني ارفع بيها راس مصر يا حبيبي. ارفع بيها راس مصر ايا كان بقى، ذهب، فضه، برونزيه، ايا كان، يعني كان هدفي ان انا يعني ايه ارفع راس مصر باي حاجه. أو يعني انا عمري ما بصيتش لبره خالص، ما حاولت، مش ما يعني انا كان هدفي ومستقبلي هي مصر، ان انا يعني احب مصر جامد، اعمل مصر اي حاجه يعني تفرحها يا حبيبي. ده عايز اقول لك ان انت فرحت مصر فعلا ما شاء الله، وعايز اقول لك يعني انتمائك لبلدك ده كان سبب فوزك، انا رايي من ده. طب انت وانت ماشي وسط الاعلام الكتير يعني ما شاء الله، وانت هو موجود على منصه التتويج ورفع ايدك، ربنا يكرمك يا رب حسام، يعني شفت اعلام كتير، شفت اعلام امريكا بقى والمانيا واعلام بقى اسبانيا وكده، كنت فخور ان انت لابس ترنج منتخب مصر؟ تمام. كنت رافع راسك كنت رافع راس ورافع راس بلدي كمان طبعا، كان يعني ده كان شيء يهمني. طيب قول لي انت بتحب ايه تاني غير الرياضه، ولا هي الرياضه واخده كل وقتك؟ هي الرياضه عامه هي اللي واخده كل وقتي. برافو عليك. يعني ده طموحاتي كلها، طموحاتي في الرياضه كلها ان هي واخده وقتي. طب نفسك تعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي الحمد لله بقيت تاني العالم، حاجه اسم بيتشاور عليك، يعني اي بطوله هتروحها هيبقى الناس مستنيه حسام يشوفوك. اكيد. نفسك تحقق ايه تاني؟ ايه اللي انت حققت حلم؟ ايه الحلم اللي بعد كده؟ يعني اللي هو زي عايز تاخد ميداليات تانيه؟ اكيد. عايز تاخد ذهب؟ ذهب، فضه، هما اللي مش هتفرق معايا، بس اللي هيفرق معايا ان انا يعني اشيل مصر وارفعها. الله اكبر. طيب اشيل مصر وارفعها. طيب يعني
يعني انتماء غريب وانتماء حب بلد يعني لو توزع على ملايين ما شاء الله يعني يسعهم حب وانتماء لمصر وده بتتقال يعني بنيه مش قلب ما فيش اي رتوش على فكره ما يعني ما فيش رتوش تبرر ده بايه ليه فخور هو وليه حب وليه انتماء لمصر بالشكل ده هو حسام من الشخصيات يعني المقاتله الفايتر شويه من يعني من الشخصيات كمان اللي تحب تركيزه وتحب كمان تتفرج عليه وهو بيعمل الحاجه يعني الطبيعي بتاعه ان هو قاعد مثلا بياكل فهو بياكل بيخلص الاكل بيقوم رايح يعمل حاجه يلبس لبس التمرين رايح يتمرن انا جاهز انا شنطتي معايا انا رايح انا جاي حاجتي معايا انا مش ناسي حاجه من الشخصيات اللي هي اللي يعتمد عليها الله اكبر فما شاء الله كلها ما شاء الله عليه يعتمد عليه طب خليني اساله عن علاقته باسرته يعني طبعا. ماما مثلا ماما بتيجي معاك كل انت ليك اخوات الاول حسام مالكش اخوات انت الاخ الوحيد ما شاء الله وكفى انت واحد ب 100 واحد على فكره ما شاء الله عليك يعني طفل ورجل شاب انت ما شاء الله 29 سنه ب 100 شاب الله اكبر عليك انت راجل رفعت اسم مصر عاليا طيب ماما بتيجي معاك كل التمارين يعني 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 كلمني برضو ماما كان ليها دور معاك لا هي للاسف انا التمارين دي انا اللي بروحها لوحدي اتعودت ان انا اروح يعني مثلا اعتمادي تماريني كلها بتبقى لوحدي دلوقتي يعني ماما ما بتبقاش فاضيه خالص اوقات كتير ما بتبقاش فاضيه فانا بروح لوحدي انا ما طب انت ساكن بعيد عن النادي يعني بين يعني بين النادي بتاع 2 كيلو بتروحهم ازاي بعجلتك بعجل هي اي مشاويري اي حته دلوقتي بيجي لنا المكتب في المهندسين بالعجله اي مشاوير من الهرم دلوقتي بروحها بالعجل من الهرم بينتقل من الهرم في بيت مش انت بيتك في الهرم تمام بيته في الهرم بيجي لنا المهندسين بالعجله يا خبر ابيض اهو انت لازم تبقى مش صح اتعودت يعني كل مدى بطول في الاخر وانت بتصحى من النوم بنفسك اكيد دمج غير طبيعي اصبح شخص منتج في المجتمع بشكل يعني انت بقيت مثل اعلى هو اللي انت مثل اعلى لينا هو اللي بيحرك نفسه يعني انا عايز اقول لك انه مثل اعلى ليا دلوقتي ان حد حسام جه ومع العجله قلت له ايه حسام جه ومع العجله خرجت لقيت حسام موجود ومع العجله طالع بيها لغايه الدور الخامس صح فعلا كانت مشاوير يعني معظم مشاوير كلها يعني بتنزل من بيتك بعجلتك تنزل بيها وتركب تروح النادي تتمرن وترجع بعجلتك واخلص التمرين بتاعي سواء عندي تمرين او ثلاثه بخلصهم واروح على طول ربنا يبارك لك يا ما شاء الله العظيم والله بجد ربنا يبارك لك انا عايز اقول لك ان بص يعني مفيش حد ممكن يعمل اللي انت بتعمله طيب يعني في المعسكرات لما جه الدكتور عمله معسكر وبدات تروحوا معسكرات في مصر ويبقى معسكر مقفول ما قلقتش ولا كنت فرحان لا كنت فرحان يعني دي حاجه شجعتني اكتر وكنت فرحان اكتر ان انا يعني كل مدى في يعني بعمل حاجات احلى في تقدم في تقدم لما رحت المعسكر مش قلقان ومش لا مش عايز ترجع البيت حسيت ان انا يعني ان انا مش في معسكر حسيت ان انا بره مصر ما حسيتش ان انا في مصر حسيت ان انا بره يعني اتعودت ان انا ايه ابيت بره البيت يعني تعودت ان انا احس ان مش مشكله يعني كان الامر طبيعي احس ان انا يعني حسيت ان انا مش لسه عيل صغير لا انا يعني خلاص تعودت ان انا كبير اتعامل بقى اروح هنا 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 ما يعني ما تعودتش ان انا اقول لك على حاجه يا حسام انت فيك عزيمه وفيك اراده وصلابه وانتماء لو مليون واحد تغطيهم وزياده يعني عايز اقول لك انا من اكتر الحلقات يا ابني اللي عملتها من هنا يعني عمري ما هنساها طب خليني يعني اروح لحته تانية انه النهارده الدور اللي انتوا بتقوموا بيه يعني انا شايف عينيك يعني فيها 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 لمعان طبعا لانه انت يعني انت اكتر واحد سعيد طبعاً. بتسمعه ده النموذج ده النموذج اللي احنا بنتحدث عنه ممكن ده النموذج في فتره من الفترات اللي كنا بنحلم بيه ان احنا نحققه ممكن ده النموذج اللي قريناه في الكتب نظري انما الحمد لله رب العالمين ان هو يكون موجود وان هو يعيش تجربه وان انا اشوفها التجربه دي انا باسم اعيش التجربه دي واشوفها بقى يعني ربنا اراد لي الخير ان انا اكون ملازم او موجود معاه عشان اشوفها النهارده هي التجربه دي موجوده على قناه الاهلي وبتتذاع للناس كلها تجربه بطل من ابطال الاولمبياد الخاص بيستخدم العجله في حياته
وبيتحرك ماشي بلده ومش قلقان وبيتحرك بالعجله جاي من الهرم للمهندسين بالعجلة. جزيره العرب بالعجله في وسط اليوم ومتحمل المشوار وعارف طريقه يعني في وسط العربيات طالع كوبري نازل كوبري داخل نفق طالع ما شاء الله يعني مش هو ده نموذج مش حاسس ان انا خايف من حاجه يعني انا لو كوني ان انا ابقى ماشي كده في الشارع او في وسط العربيات خاصه دي كده مش مقلقاني بالعكس دي يعني مفرحاني يعني مبسوط ان انا كده ماشي في وسط الجمهور ماشي في وسط الشعب المصري وكون ان هو مش ينتقل واسرته مطمنه ان هو بينتقل ويروح ويجي ويرجع ورايح فين وعارفين ان هو رايح فين ومطمنين لمرواحه ومطمنين للعوده بتاعته ده نجاح على مستوى اخر فكل دي رسائل كبيره قوي 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 بتحسس الواحد ان ايه يعني إيه الحمد لله ماشيين صح في خطوه في خطوه الحمد لله كويسه قدرنا ان احنا نوصل لها ونتمنى ان كل الخطوات تبقى زي النموذج الجميل اللي موجود معانا النهارده. دكتور كلمه اتفضل عايز اسمعها منك من راجل اكاديمي محب الوطن وبلده وراجل يعني بيفني حياته وقته كله لخدمه ولادنا واصحابنا من الهمم القويه زي حسام. كلمه لكل اسره عندها زي حسام ومخبياه ومش عايزه تطلعه لمصر. كلمه كده بس يعني قول كلمه عبر شاشه قناه النادي الاهلي. والله اتمنى من كل الاسر ان هي تدرس حسام وحاله حسام والتطور والنموذج اللي وصل له حسام ويشوفوا ابنهم كحسام ويسيبوا ابنهم يشترك وابنهم يتمرن وابنهم يمارس وابنهم يظهر في المجتمع وابنهم يندمج من خلال الرياضه في المجتمع من خلال انشطه الاولمبياد الخاص ويبقى نموذج مشرف زي حسام. اكيد هنبقى في مكان تاني خالص اكيد. والمقر بتاعكم مفتوح؟ المقر بتاعنا مفتوح، المشاركات بتاعتنا مفتوحه. ممكن تقول لي العنوان تاني؟ 35 شارع جزيره العرب في المهندسين. نتمنى ان كل اللاعبين من ذوي الاعاقه الذهنيه اللي حابين يمارسوا نشاط رياضي، اللي اولادهم عايزين يمارسوا نشاط رياضي، اقرب هيئه ليهم وتوصلهم نوصلهم باقرب هيئه واقرب في مكان. في موقع والفيسبوك عندنا، الفيسبوك عندكم موجود والانستجرام وكل حاجه. الاولمبياد الخاص يدوروا على السوشيال ميديا ويلاقوا الكونتاكت معاكم، يتفضلوا معانا واحنا هنسهل لهم الامر بتاع مشاركه النشاط الرياضي، لان الامر النهارده بقى في اماكن كتير جدا 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 وفي اجهزه فنيه في انديه وفي مراكز شباب بتستقبل الابطال وبتحاول ان هي تعمل منهم ابطال ونماذج مشرفه زي حسام. فليه لا نمد ايدينا لايدين بعض ونشترك ونتعاون مع بعض عشان يبقى عندنا نماذج كتير مشرفه ان شاء الله رب العالمين. احييك يا دكتور. طب قول لي انت قبل الهوا قلت لي حسام ان انت بتحب الكابتن محمود الخطيب. اكيد وبحب الكابتن محمد صلاح ويعني نفسي ابقى زي الكابتن محمد صلاح ويعني ليا الشرف ان انا يعني اقابل الكابتن محمود الخطيب و ابقى معاه في كل حاجه كده عشان نبقى احنا الاثنين يعني حبيبي. انا عايز اقول لك طب اقول لك على حاجه هتصدقني؟ اكيد انت اقوى واحسن وعملت انجاز كبير لا يقل عن اللي عمله محمد صلاح. ايه رايك بقى في الكلمه دي؟ انا بقول لك بامان انت تاني عالم ما شاء الله النهارده يعني. ما شاء الله انت تاني يعني. العالم محمد صلاح بقى من احسن لعيبه في العالم فانت طبعاً. عملت انجاز لا يقل عايزين يعني نبقى زي محمد صلاح كده يعني زي ما هو بيرفع اسم مصر وراس مصر احنا نبقى زيه. طب انت لو جات لك يعني فرصه كده تحضر ماتش مع محمد صلاح ولا تقابل محمد صلاح ليه الشرف تحب تبقى تجي لك فرصه زي كده ليه الشرف يا سيدي. طيب يمكن محمد صلاح في يوم من الايام يشوفك يبقى كمان يبقى اخ ليا كمان طبعا ده يشرفنا كلنا. كابتن محمود الخطيب يبقى والدي اكيد يعني أكيد. ده اللي انا اتشرف بيه انت النهارده موجود معانا في قناه النادي الاهلي انت بطل وحققت حاجه كل الاسامي الكبيره دي اللي حضرتك شايفها بطل اكيد بيتشرفوا بيك سواء كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهو تاريخ كبير وقامه واسطوره محمد صلاح نجمنا كل اللعيبه. انا على مستوى الشخصي يا سيدي وانا يعني اقل واحد في المنظومه دي كلها ولكن انا فخور جدا بيك بصراحه وانا مبسوط ان انا طلعت مع حضرتك على الهواء والاستوديو وليا الشرف كده ان انا يعني ايه خلاص بقى انا كده يعني هخرج من عند حضرتك كده فرحان وسعيد ان انا كنت معاك على الهواء وفي الاستوديو. عايز اقول لك اعتبر البرنامج ده برنامجك اي وقت. انا نفسي عايز تبقى متواجد انت وزمايلك اللعيبه اعرف ان انت مكانك موجود. يا ريت انا هنفضي لك الدنيا يا باشا كلها أنا كل برنامج اسمه الابطال كمان كل اللي انا يعني نفسي اتشرف بيه يعني انت يا حسام برنامج اسمه الابطال يعني انت انا مش البطل انا المذيع
مش انت البطل يا حسام، البطل انت، وطبعا الدكتور مع احد الابطال برضه. لا خالص والله، لا 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 خالص، فطبعا وشغال فيه وبيدي له وقته ومجهوده. الابطال انت بطل النهارده، مصر بتكرمك كلها، واحنا كقناه النادي الاهلي بنكرمك وفرحانين بيك جدا. احب اوجه تحيه للسيد وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتوره نيفين القباج والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، احب اوجه لهم كل الشكر والتحيه ودعمهم لينا ان هم يعني وقفوا معانا وساندونا يعني. احب اوجه لهم تحيه وكل شكرا، كل التحيه والشكر ليهم كلهم. اكبر شكر عملته لمصر كلها ايه؟ الميداليه اللي انت جبتها. طبعا والله اكبر شكر، واكيد كلهم، كل طبعا يعني فخامه الرئيس والوزيره الدكتور نيفين ومعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، كلهم فخورين بالميداليه اللي انت حققتها. الدكتور والوزير برضو، او احب اوجه تعازي ليه الدكتور هاني محمود، بقاء لله وفي الحفيده قفا حفيدته برضو، احب يعني اوجه له كل يعني تعازينا ليه برضه. حبيبي حسام طبعا شعبان نجم مصر في الدرجات والولايات الخاصه، نورتيني وشرفتيني، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. دكتور طبعا باسم تهامي مدير تنفيذي للولايات الخاصه وطبعا رئيس بعثه مصر في الالعاب العالميه السابقه، اشكرك نورتيني حضرتك، شرف لينا، ومتشكرين على الحلقه والحاله الجميله دي والله، متشكرين جدا جدا لحضرتك فعلا. شكرا لحضرتك، شكرا من القلب. اعزائي المشاهدين، نتمنى النهارده نكون يعني وضحنا للساده المشاهدين حجم الجهد المبذول، كل اسره عندها بطل من ابطالنا توجهي لاقرب مركز من المراكز الكثيره على مستوى الجمهوريه اشركيه، والاسره تشرك وتدمج هذا البطل في يوم من الايام، ممكن يكون قاعد مكان حسام وقادر على كده ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.